يعني هي اللي كانت مع امجد النهارده في المستشفى؟ ازاي تسيبيها تعمل حاجه زي كده؟ انت عارفه ده معناه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نهال؟ ايه ده؟ نهال؟ ايه؟ الله، وبعدين بقى؟ يعني ايه؟ أميرة، ممكن نفهم ايه اللي بيحصل ده؟ امال اللي دفناها دي تبقى مين؟ لا بقولك ايه، محدش هيخرج من هنا لما نفهم. بلاش فضايح، في ناس بره، سيبيها تخرج. نهال، 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 بنتي فين؟ من غير صوتي ما يعلم، من غير خناق مش هتخرجي من هنا غير لما افهمني هي عايشه ازاي. ها؟ الو نانا، انت فين؟ انت فين؟ قوليلي. طب انت كويسه؟ طب ماشي، هات العنوان. في ايه؟ ما تتكلمي يا اميره. اميره، اوعى تفتكري ان احنا هنسيبك ساكته كده بعد ما لقينا نهار خرجنا من قبر الماضي حيه. ايوه ياسر، اسمي انا والعنوان، ابعتولي في رساله. النمر اللي بعتت الرسائل اسمي انا بس بعنوان فنبابه. خلاص يلا كلنا كده بربطة المعلم على امبابة.